اجتمعت من الصفات الكمالية في أبي الفضل العباس ما جعلت منه شخصية فريدة من نوعها. هذه الشخصية تبوأت منزلة يعبر عنها بعض الأعلام بأنها تالية تلو المعصوم في المقام والمنزلة. طبعا هذه الشخصية تتصف بالعصمة كما هو معلوم، والعصمة هنا هي العصمة الثبوتية أو العصمة الاكتسابية كما يعبر عنها أحيانا. أما العصمة الوهبية فهي الخاصة بالأربعة عشر معصومة. أبو الفضل العباس سلام الله عليه يتصف بخصائص متعددة، وهذه الشخصية رغم أن التاريخ لم ينصفها، حينما نراجع كتب التاريخ والسيرة لا نجد إلا الشيء اليسير عن هذه الشخصية، لا يغني ولا يسمى كما يقال، إلا أنه يمكن اكتشاف أو الوقوف على أبرز خصائص هذه الشخصية من خلال كلمات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، خلال كلمات أهل البيت سلام الله عليه. ومن المستندات المهمة في هذا الإطار أو في هذا المجال الزيارة الواردة عن إمامنا الصادق سلام الله عليه لأبي الفضل العباس، وقد زار إمامنا الصادق عمه العباس بها، ويدأب المؤمنون اليوم على زيارة أبي الفضل بهذه الزيارة، زيارة المعروفة سلام الله سلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين، الزيارة التي يزار بها العباس سلام الله عليه، الله يرزقنا وإياكم زيارته. في هذه الزيارة نقف على مجموعة من خصائص أبي الفضل، سوف أقف على واحدة إن شاء الله وهي من أبرز خصائصه وتعبر عن علو مقامه. هذه الخصيصة على البعض يقرأها ولكن لا يلتفت إلى مضمونها، هي تعبر عن مقام رفيع جدا لأبي الفضل العباس، حيث يقول إمامنا الصادق: السلام عليك أيها العبد الصالح. صفة العبودية ومقام العبودية ومن أرفع المقامات التي يمكن أن يصل إليها الإنسان. الله جل وعلا إذا أراد أن يعرف أنبياءه يعرفهم في كثير من آيات القرآن بوصف العبودية، لا يعرفهم بوصف النبوة، لا يعرفهم بوصف الرسالة، بل يعرفهم بوصف العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، لم تقل الآية بنبيه برسوله. كثير من الآيات التي وردت في القرآن الكريم يعرف الله عز وجل فيها أنبياءه ورسله من خلال وصف العبودية. لاحظوا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. في آية أخرى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. أيضا تأتي الآية لتصف نبي الله داود بهذا الوصف: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إذا أيضا في نفس السورة وهي سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيضا في نفس السورة: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. تلاحظون من خلال الآيات القرآنية
الله جل وعلا يصف أنبياءه بوصف العبودية، لأن مقام العبودية هو الأساس لبلوغ بقية المقامات. أصلاً لا يمكن لهذا الإنسان أن يبلغ بقية المقامات إلا من خلال هذا المقام، وهو مقام العبودية. واحد مثلاً يريد يطلب مقام العلم، يصل إلى يتبوأ منزلة مرتبة علمية عالية جداً. الأساس لذلك هو أن يطلب في نفسه حقيقة العبودية كما يقول إمامنا الصادق سلام الله عليه وسلم لعنوان البصري. حديث عنوان البصري حديث معروف، قد حظي باهتمام بعض الأعلام وشرح هذا الحديث عدة شروحات. حديث عنوان البصري له قضية قصة. عنوان البصري كان يختلف إلى مالك، يأخذ العلم من مالك بالمدينة، والمقولة التي رددتها أو نشرتها السلطة يومئذ لا يفتى ومالك بالمدينة، اعتباره أنه هو المفتي الرسمي للتوحيد مع وجود الإمام الصادق سلام الله عليه. عجيب. على كل حال، فهذا الرجل لما التقى بالإمام الصادق عليه السلام واستمع إلى حديث الإمام الصادق، حينها عزف عن الذهاب إلى مالك، بل ما طاق أصلا الذهاب إلى مالك لأخذ العلم، وصار فقط وفقط متعلق بالإمام الصادق. فجاء إلى الإمام الصادق يطلب منه أن يأذن له ليكون تلميذا من تلامذته. الإمام الصادق في البداية صرفه، حيث قال له إني لرجل مطلوب ولي أوراد خاصة فلا تشغلني. هذا الرجل خرج من عند الإمام الصادق سلام الله عليه وقصد قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وصلى ركعات، ثم أخذ يدعو الله عز وجل ويتوسل بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ليعطف قلب الإمام الصادق يقبله تلميذ. لما انتهى ما عاد إلى داره، بل ذهب إلى دار الإمام الصادق وجلس عند الباب، لأنه ذاق حلاوة علوم أهل البيت سلام الله عليه خلال استماعه لحديث الإمام الصادق سلام الله. جلس عند الباب بينه وكذلك، وإذا غلام الإمام يفتح الباب ويقول له: أنت عنوان البصري؟ قال: ادخل، إن سيدي ومولاي يريدك. فدخل. لما دخل جرى حديث بين الإمام سلام الله عليه وبينه، حديث طويل. هذا الحديث يسمى بحديث عنوان البصري، إنصافا الحديث مليء النكات اللطيفة جدا. أولا سأله الإمام: ما كنيتك؟ قال: أبو عبد الله. فخاطبه الإمام عليه السلام قائلا: يا أبا عبد الله، ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. لاحظوا هاي موضع الشاهد: فإن أردت، يقول فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. أول خطوة هي أن ترى في نفسك حقيقة العبودية. ثم بعد ذلك الإمام سلام الله عليه بين للرجل حقيقة العبودية، حيث أنه سأله: وما حقيقة العبودية؟ بين الإمام سلام الله عليه حقيقة العبودية من خلال ثلاثة أركان، من أراد فليراجع. زين، هذا شاهد. شاهد آخر: الإمام الصادق يقول: إن الله تعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فلما جمع له الأشياء قال له: إني جاعلك في الناس إماما. شوف، إذن أولا مقام العبودية.
اتخذه عبدا قبل أن يتخذه نبيا. لذلك هذا المقام مهم جدا، وهو مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام حينئذ ينطلق. هذا إمام صادق في الزيارة يخاطب عمه العباس: السلام عليك أيها العبد الصالح. عبر عن مقام العبودية. وهناك لحن خاص في روايات أهل البيت، يعني نلحظ لهجة خاصة صحتا حينما يتحدثون عن أبي الفضل العباس سلام الله عليه، حينما يتحدث المعصومون عن العباس نلحظ لهجة خاصة تنم عن احترام وتعظيم لهذه الشخصية. يقول إمامنا زين العابدين سلام الله عليه يصف عمه العباس: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله عز وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر ابن أبي طالب. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. كل الشهداء يغبطون أبا الفضل العباس على هذه المنزلة. الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف ولذكره أشرف الصلوات: في زيارته للشهداء حينما يصل لزيارة عمه العباس سلام الله عليه، يقول: السلام على العباس بن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له، الواقي، الساعي إليه بمائه، المقطوعة يداه، لعن الله قاتله، يزيد بن الرقاد الجهني وحكيم بن الطفيل الطائي. إذن هذه الشخصية العظيمة وهي شخصية أبي الفضل العباس اجتمعت فيها خصائص، هذه الخصائص لا تجتمع إلا في الأوحدي من الناس: مروءة أبي الفضل، فتوة أبي الفضل، شهامة أبي الفضل. مضرب المثل، مضرب المثل، المروءة، المروءة عبارة عن طباع نفسانية تحمل صاحبها على التنزه عن دنايا الأمور والترفع عن دنايا الأمور والسعي إلى معاليها. حقيقة المروءة. لذلك قد تجد أحيانا مثل هذه الصفة موجودة بنسبة ما حتى عند غير المسلمين، لكن مو حقيقة المروءة. شوف مثلا البعض ما يكذب، مو مسلم، مو متدين، لكنه يتنزه عن الكذب، يترفع عن الكذب، أو يترفع عن الخيانة. إذا تتعامل معه لا يخونك، هذا يتمتع بنوع من المروءة والشهامة. ما أحوج شبابنا إلى هذه الصفة، صفة رائعة جدا. إذا اتصف بها الشاب أصبحت زينة الشاب، زينة الشباب المروءة، كما يقول إمامنا الصادق سلام الله عليه. صير عنده شهامة، صير عنده نوع من الحس الباطني الداخلي الذي يدفعه إلى معالي الأمور والترفع عن دناياها. المروءة والشهامة من الصفات التي لا يستغني عنها الشاب. أبو الفضل العباس سلام الله عليه أنموذج أمثل في هذه الصفة، أنموذج أمثل بكل ما تعنيه الكلمة في هذه الصفة. مروءة أبي الفضل العباس أبت أن يشرب الماء
قبل أخيه الحسين. أبت مروءته بأبيه وأمه، هي ذوق شيئا من الماء قبل الحسين سلام. شهامة أبي الفضل العباس سلام ولمصرع العباس عليه السلام وقعا خاصا في نفس الحسين وعلى قلب الحسين. هذا المصرع ثقيل على قلب الحسين، هذا المصرع هد ركن الحسين، كسر ظهر الحسين. هذا المصرع حسين صاح في وسط الميدان الآن انكسر ظهر، أنه لم يبق معه إلا العباس، العباس سلام الله عليه. كان يأتي للحسين يطلب الإذن، حسين لا يأذن له، يقول أنت العلامة من عسكري، إذا قتلت يؤول أمرنا إلى الشتات، تنبعث عمارتنا إلى الخراب، ارجع يا أبا الفضل. العباس يعاوده مرة أخرى فيرده الحسين سلام الله. يعني العباس ما يستطيع يصبر، وكيف يصبر حينما يرجع إلى المخيم يسمع أنين النساء وصراخ الأطفال وهم ينادون العطش العطش، فكيف يصبر العباس؟ فما زال يعاود الحسين حتى أذن له بالبراز كما تقول بعض المقاتل، أرباب المقاتل يقول أذن له، وقال له إذا نطلب لهؤلاء النسوة والأطفال قليلا من الماء. فلبسلامة حربه تقلد سيفه، وضع القربة على كتفه، وامتطى صهوة جواده، وخرج قاصدا للمشرعة. إلا أن على المشرعة آلافا مؤلفة يصدون ويمنعون الحسين وآل الحسين عن الماء، فشد فيهم أبو الفضل كالليث الغضبان فكشفهم عن الماء.